إنجاز 7 آبار ارتوازية لتدعيم شبكة المياه الصالحة للشرب بعدة بلديات لفائدة سكان مناطق الظل، مشاريع وقفت عليها السلطات من شأنها تزويد 16,800 ساكن قبل شهر رمضان. هذا المشروع اللي ديرنا في الأرض تاعنا، ونتمنوا للجميع قبل الدوار قاع يشربوا قاع، أيوا نتمنوا لهم يعاونونا في الأرض تاعنا. عندنا إشكال في الماء، نقص في المياه، ما يلحقناش المشوية غاية، بصح مع هذا الشاطو قاع بالك نقدروا الماء عندنا يكون متوفر، ما يكونش ناقص بالنسبة للدوار الآخر. وفيه التزام من طرف المديرية العامة المكلفة بالإنجاز وهي لاين بي تي، أو المديرية العامة نتاع لايناراش، باش إن شاء الله نستلموا على الأقل 6 من 5 أو من 7 إن شاء الله قبل شهر رمضان أو قبل 15 أفريل إن شاء الله. سد بوحنيفية الشريان الحيوي للمنطقة من ناحية التزود بالمياه الصالحة للشرب والسقي الفلاحي، استفاد هو الآخر من بارجة عائمة لسلت ما يقارب 5 ملايين متر مكعب من الأوحال. نسبة الملء هي منخفضة جدا، وعلى هذا الأساس اللي الوزارة برمجت عملية تركيب محطة ستاسيون بومباج عائمة، هكذا باش نقدروا نستغلوا كل الكمية اللي راهي متزود بها السد هذا إن شاء الله، وهذه قبل شهر رمضان، خاصة للبلديات الثلاثة وهي بوحنيفية القيطنة وحسين. مشاريع حيوية استفاد منها قطاع الموارد المائية بولاية معسكر، ينتظر دخولها حيز الخدمة قبل شهر رمضان، من شأنها القضاء على مشكل المياه وتدعيم مناطق الظل.